وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المتخصص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة. أهلا ومرحبا بك أستاذ صلاح الدين. بداية، جاريد كوشنر يقول إن خطة السلام التي طرحتها الإدارة الأمريكية ستكون كما وصف هو نقطة بداية جيدة للقضية السياسية الفلسطينية. كيف ترون هذا التصريح في ظل المعطيات الحالية، وأيضا ما مدى تأثيره في ظل هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك أخي. أولا حقيقة تصريحه يأتي في سياق التصريحات التي قيلت سابقا والتي كلها تتمحور حول نقطة مهمة واحدة، وهي عدم إقامة دولة فلسطينية، وأن الهدف من هذه الصفقة هو تحسين الظروف للطرفين كما ذكر جرينبلات في تصريح سابق، أن تحسين ظروف الفلسطينيين والإسرائيليين وخصوصا اقتصاديا، وهي تعيدنا إلى نظرة اليمين الصهيوني في إسرائيل للحل مع الفلسطينيين. هؤلاء لا يعترفون بالفلسطينيين ككيان سياسي، كقيادة للفلسطينيين، وإنما يتعاملون مع الفلسطينيين ككتلة بشرية ممكن أن تستفيد اقتصاديا من خلال العلاقة مع الاحتلال، ومن خلال وجودهم في الضفة الغربية يستطيعوا أن يعيشوا بشكل جيد، يعملوا في المستوطنات وفي الورش الإسرائيلية، ويستطيعوا أن يعيشوا حياة اقتصادية وبمستوى اقتصادي جيد، وفي المقابل يوفرون للكيان الصهيوني الأمن ويوفرون له أيدي عاملة رخيصة. هذه المعادلة التي يتحدث عنها كوشنر وجرينبلات وفريدمان واليمين الصهيوني في فلسطين واليمين الصهيوني في الولايات المتحدة، هو تبادل خدمات اقتصادي أمني بعيدا عن الحل السياسي. لا يوجد في الأفق حل سياسي. ترامب تاجر، رجل أعمال، وهذا ملخص صفقة القرن، تقدم خدمات تأخذ مقابلها، والآخر يقدم خدمات أيضا ويأخذ مقابلها. طيب، ألم تكن السلطة الفلسطينية تسعى وأيضا الدول العربية منذ زمن طويل في مؤتمراتها المتكررة إلى وضع حلول سياسية للقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها مخرجات مؤتمر الرياض؟ ما الذي حصل اليوم؟ أعتقد أنه لم يحصل أي جديد، ولكن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر وضوحا في طرحها من السابق. السلطة الفلسطينية عاجزة، وهي تعلم أن الإدارة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية لم تكن لتعطيها شيء. حتى تصريحات ياسر عرفات منذ أوسلو كان يعلم بأنه لن يحصل على دولة، ولكنه رضي الدخول في لعبة أوسلو ولعبة المفاوضات لأنه لم يكن لديه خيار آخر. ونذكر جميعا أن الفترة التي سبقت أوسلو كانت فترة تجفيف منابع وحصار لمنظمة التحرير وللفلسطينيين، أوصلتهم إلى مرحلة تجفيف تماما، فكانوا مضطرين للذهاب إلى خيار ليخرجوا من الجمود والركود، وكان الضغط عليهم والحصار عليهم من الأنظمة العربية قبل إسرائيل والولايات المتحدة، فذهبوا مضطرين إلى أوسلو ودخلوا هذه العملية. وأراد ياسر عرفات بعد 7 سنوات من أوسلو أن ينقلب، أو بعد 6 سنوات في عام 2000 عندما أشعل انتفاضة الأقصى انقلب على اتفاقيات أوسلو، وكان يعني يخطط سلفا بأنه سيصل إلى نقطة للانفجار لأنه دخل أوسلو مضطرا، وعندما يرى الوضع مناسب سيخرج من أوسلو. وفعلا هو خرج من أوسلو وخرج من الحياة تماما، وجيء مكانه بمن دخلوا لعبة أوسلو وهم يعرفون نتائجها ويقبلون بها، وليس مثل ياسر عرفات الذي أراد أن يلعب ثم ينهي اللعبة متى أراد. هم يريدون الاستمرار في هذه اللعبة، هذه اللعبة التمويل ثم التمويل ثم التمويل، مقابل أننا نمنع المقاومة، نمنع ما يسموه الإرهاب، ونقدم خدمات أمنية للاحتلال مقابل التمويل والرواتب. اليوم الإدارة اليمينية الصهيونية التي تدرك هذه الحقيقة تعرف اليد التي توجع هذه السلطة، وهي يد الرواتب، فخصمت عليها حتى تخرجها تماما من الصف الوطني، اقتطعت من أموال السلطة، أموال الضرائب، ما يدفع للأسرى والجرحى والشهداء، وبالتالي ضيقت الخناق الاقتصادي على هذه السلطة لتحولها إلى أداة أمنية خالية من أي مضمون وطني أو أي اتصال وطني بالثورة والقضية الوطنية الفلسطينية. واليوم السلطة تحاول التملص من هذه الأزمة
من خلال رفض الأموال واللجوء إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الممولين ليحلوا هذه المشكلة. أستاذ صلاح الدين، هذا الرفض المعلن من قبل كل من السلطة والفصائل الفلسطينية، هل يعني أنهم لن يجلسوا للحوار فيما لو طرحت الخطة ودعيت الأطراف إلى الحوار؟ ألا ترون أن ذلك ينسف مخرجات أوسلو التي أقرت السلطة وأسست أو أسست على أساسها؟ عفوا، أعتقد أن المطروح لا يمكن أو لا ليس من المتوقع أن تقبل به السلطة على كل المساوئ التي تحدثنا عنها وعلى الاضطرار المالي. فلا يوجد حديث عن دولة فلسطينية، ويوجد حديث واضح عن التخلي عن حقوق الفلسطينيين، ولكن ربما التطور الذي سيحصل هو أن يصبح الواقع الحالي هو الواقع الرسمي للحل الفلسطيني، وهذا الذي يدور الحديث عنه، أن يتم تكريس الوضع الحالي وهي السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. الخطوة القادمة هي ضم المستوطنات، تبقى السلطة إن أرادت وإن لم ترد فلتنتهي، ويبقى الفلسطينيون تحت إدارة ذاتية كمواطنين أجانب لدى دولة الاحتلال، وليسوا كمواطنين درجة أولى يعملون في الورش الإسرائيلية كما يعمل العامل الأجنبي عند الكفيل في دول الخليج، بدون أدنى حقوق سياسية ولا حقوق مواطنة. وهذه في النهاية السيناريو الذي يريد اليمين الصهيوني، وليس من اليوم، هو يريده من قبل إقامة الدولة، ينظر للفلسطينيين بهذا الشكل. هو يعتبر الفلسطيني مواطن في أي دولة عربية وليس مواطن في فلسطين، وبالتالي هو يعمل مقابل أجرته، وإذا أراد أن يستمر فليستمر وليربح المال، وإذا لم يرد فليبحث له عن دولة أخرى يعيش فيها. المتخصص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.